تاريخ الكورة برعاية بوطولة سيكسدو. اليوم في تاريخ الكورة باش نحكيه على الغواصة البشرية الخارقة للطبيعة، نحكيه على مايكل فيلبس. من طفل يعاني من كثرة الحركة واضطرابات سلوكية إلى أعظم سباح في التاريخ. فيلبس جمع 28 ميدالية خلال مشاركاته في الألعاب الأولمبية، 23 ذهبية 3 فضية و2 برونزية، وكان نعتبره فيلبس دولة مستقلة فإنه يجي في المرتبة 32 ما بين الدول الحائزة على ميداليات في تاريخ الأولمبياد الممتدة لأكثر من 120 عام. هذا يعني أنه يتفوق على 75% من دول العالم في حصد الميداليات. تولد مايكل فيلبس في ولاية ماريلاند الأمريكية، وبدأ ممارسة السباحة وهو عمره 7 سنين. بوه أمه طلقه هو عمره 9 سنين في نفس العام اللي فاقوا به مريض بمرض اضطراب نقص الانتباه والإفراط في الحركة، الشيء اللي خلى والديه خرجوا الطاقة هذه الكل الزايدة متاع مايكل فيلبس في السباحة ودخلوه يترنى ناتاسيون. بدأ فيلبس بالسباحة على الظهر خاطر كان يخاف يدخل رأسه في الماء. بدأ بالسباحة على الظهر، بعد 3 سنوات من السباحة حطم الرقم القياسي الوطني في سباق 100 متر فراشة في الفئة العمرية متاع 10 سنين في أولمبياد سيدني 2000. أصبح أصغر سباح في التاريخ يشارك في ألعاب أولمبية وهو عمره 15 سنة، وتحصل على المركز الخامس في سباق 200 متر فراشة. في 2001 أصبح زاد أصغر سباح يحطم رقم قياسي عالمي في سباق 200 متر فراشة والرقم القياسي العالمي لسباق 400 متر سباحة حرة. في 2004 في أولمبياد أثينا فاز بستة ميداليات ذهبية وزوز ميداليات برونزية، ويبقى أولمبياد بكين 2008 الأنجح لفيلبس بتتويجه بثمانية ذهب كرقم قياسي عالمي. ما فما حتى أتليت مش يشارك في أولمبياد وهز 8 ميداليات ذهبية في دورة واحدة. في 2012 في لندن حقق 4 ذهب وزوز فضة. بعد الأولمبياد هذا متاع لندن قرر الاعتزال، والسبب هو المشاكل الشخصية اللي واجهها بعد انتشار صور وهو يتعاطى المخدرات وانتشار أخبار صور أخرى وهو مع علاقات نسائية، كما تم إيقافه 6 أشهر بسبب القبض عليه السوق في حالة سكر. هذا الكل أثر على مايكل فيلبس، لكن قرر العودة عام 2014 والسبب كان بسيط برشا اللي هو الثأر. مش باش يثأر من روحه، الثأر من سباق تفكروا اللي هو ما ربحوش، سباق التتابع 4 في 100 متر اللي خسروا ضد فرنسا. وفي أولمبياد 2016 في ريو دي جانيرو شارك وثأر لبلاده في السباق هذا وحطم الرقم القياسي العالمي، ومع الميدالية هذه هز 4 ذهب وفضية. فيلبس حقق 28 ميدالية أولمبية كأكثر من 75 دولة عالمية حصدت ميداليات في تاريخ الأولمبياد. برافو أمين هلال وبرافو مايكل فيلبس. هذه تاريخ الكرة لليوم. بوطولة سيكسدو قدمت لكم تاريخ الكرة.